المهم جدا ان احنا ندرك استاذ محمد فكرة بتقول القرآن جملة واحدة. يعني القرآن جملة واحدة، جملة واحدة يعني ما اخدش منه مقطع وافصله عن الباقي. يا سلام. بمعنى لو جمعت الآيات ذات العلاقة بموضوع محدد ووضعتها جميعا بجوار بعضها في إطار محدد تخرج بجملة مفيدة. القرآن جملة واحدة. يعني إيه القرآن جملة واحدة؟ يعني ما تاخدش آية واقتلوهم حيث ثقفتموهم إلا لما تضع الآيات ذات العلاقة بنفس الموضوع في إطاره، إنك تجمع الآيات كلها مع بعضها ثم تنظر للآيات كلها على بعضها. فعندما تنظر وتجمع هذا لن تجد تناقض، بل ستجد القرآن جملة مفيدة واحدة تجمعها سويا فيظهر لك صورة براقة عظيمة. فعندما تقرأ آيات الجهاد تجد أن دائما آيات الجهاد تفرق بين الجهاد وبين القتال. أدي أول فقه. ذكر القتال وذكر الجهاد. وذكر الجهاد. نعم. الجهاد لا يذكر في القرآن إلا ببذل الجهد في العمل، في الإنتاج، في الإصلاح، في مقاومة الظلم، في البناء، في. أما القتال فيذكر تحديدا في معركة حربية بين جيشين، ولا يذكر في القرآن إلا بهذه الصورة. يعني جيشين بيواجهوا بعض وجها لوجه، جيشين بيواجهوا بعض وجها لوجه، تأتي آيات القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، لأن المعركة ابتدت. إنما مش في المطلق. لكن تاخد حرض المؤمنين على القتال وتضعها في نسق تاني، فيبقى ناخد ولادنا من مصر ومن سوريا ونبعتهم ونقول ما هو النبي اللي قال لنا كده، أهيه آية في القرآن. ده اختزال. ده بالظبط زي لا تقربوا الصلاة، بالظبط نفس المعالجة. لا تقربوا الصلاة، القرآن يقول كده. القرآن بيقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم أكمل البقرة. ضعها في إطارها. طيب، يبقى أولا تفرق بين القتال وبين الجهاد، دي أول حاجة. نعم. النقطة الثانية الضرورية جدا وانت بتتكلم في آيات الجهاد والقتال، انك هتجد آية كبيرة واضحة جدا جدا جدا. بتقول ايه الآية؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. كمل الآية. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المعتدين أعداء الله. اللي عملوا كده النهاردة أعداء الله. اللي عملوا كده النهاردة مش بنتبرأ بينهم كمسلمين، أعداء الإسلام. دول أعداء الإنسانية. ده أول درس في تاريخ البشرية كان قابيل وهابيل، حادثة قتل. نعم، حادثة القتل. أول درس للبشرية حادثة قتل، إلا القتل، إلا الدم. فالآية الجامعة اللي هي بتكون مع بقية الآيات جملة مفيدة، القرآن جملة واحدة، إنك تحط الآية دي أولا. إيه الآية دي؟ والعجيب إن أكتر من يستدل بيه اللي من يلجؤون إلى القتال وإلى الجهاد هو ابن تيمية. نعم. ابن تيمية يذكر في الفتاوى أن هذه هي الآية الحاكمة. ابن تيمية الذي يستدل به على الفكر الجهادي. نعم. هو اللي قايل في الفتاوى في الجزء السادس تحديدا وهو يتكلم عن الجهاد أن هذه هي الآية الحاكمة للجهاد. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب، إن الله لا يحب المعتدين. هات بقى واقتلوهم حيث ثقفتموهم. إزاي أحطها في الجملة المفيدة؟ بدأت المعركة بين جيشين، اتنين جيشين بيحاربوا بعض، إنما مش تروح تأثير لمواطن بالضبط ليس له لا ناقة ولا جمل وأصبح مقيد وتتعامل معاه هذا التعامل. نيجي كمان لنقطة تانية حضرتك في نفس السياق. انا عايز اتكلم في حق الاسير. حضرتك هو مين اللي اداله حق انه يأسر يعني؟ لا هو مفيش يعني حتى لو وصلت انك تأسر. اصل انت حضرتك لما بتقول حق الاسير بتديني شعور ان معركة عادلة مفيش معركة. بين جيشين، فأسر احد الناس فقتل هذا الاسير او فيبقى مخالفة. هو اصلا لا يطلق عليه اسير. ثم لو كان اسير، لو جاز ان احنا نقول عليه اسير، فحق الاسير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله. يعني الاسير في الاسلام، وجهه نظر الاسلام في الاسير، كنت بحاربه في معركه عادله من 10 دقائق وجه لوجه، في معركه عادله يعني كان خصمي، يعني كان واحد فينا هيموت الثاني، اسرته ويطعمون الطعام إقامة كاملة. يعني هذا هو ديننا. هذا هي حقيقة الدين. ما يجيش حد
ويقول إذن شوف كل ده بيحصل باسم الدين، إذن لا نريد الدين، أو آدي الدين اللي بيعمل فينا كذا. الدين ما قالش كده، الدين بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب ما حصلش.